عليها فحش انت ما يقدرش عليه، معناها لا 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 المتوسط ولا الضعيف ولا حاجه معناها من وراء العقل. بالنسبه ما انت ما انا ما نحكيش على التوس، نحكي عليه انا فهمتي، نتماشى معناها على قدر الميزانيه فهمتني. اذا كان معناها ميزانيتي سمحت لي باش نشري معناها كيلو نشري كيلو، ما سمحتش ناخذ رطل ناخذ نصف رطل فهمتني، ولا نقاطع فرد برا فهمتني، حتى ناخذ 40 يزي ابدا مستحيل، ومن رابع المستحيلات حتى ذوي الدخل المتوسط فهمتي ولا محدود وما عادش ينجم معناها يوفر حتى شيء. حاجة جراف على الاخر، خاطر بالرسمي زوالي ما عادش ينجم يعيش، و بالرسمي معناها وين ماشيين الحالة هذه، وقتاش باش يقولها معناها الشعب؟ مش قادر الحق، اما ملزوز خاطر لازم يشري هذاك عليه الحليب السكر من العظام برشا حاجات معناها، منها غالية ومنها مفقودة عرفت، مش برشا حاجات في رمضان راهي ماهيش باش توفر. هو اكيد الواحد مش يتلز انه يصرف ويشري، اما مش كل شيء راك مش نجم توفره معناه، ما صعيب ياسر، اما اكيد الواحد مش يتلز انه يشري ومذا، وبالاخص واحد كي بدا عنده صغار معناه اي معناه حتى يبداش واحد زويلي معناه مش هو منجم انه يقضي، ولا حكي مش يتلز انه يشري ويقضي ويعملهم الكل. الحياة فهم، الحياة فهم، زهرة الحياة.